Hélas, dégueulasse. Essayez d'arranger votre ville. Vous êtes le dommage. Vous avez la clé de la ville d'Annaba. Essayez de vous en servir. Soyez fiers d'être un maire choisi par le peuple, mais par les gens de cette ville. Enfin, je vous souhaite un bon courage. Je voudrais bien qu'ils viennent nettoyer. Mais voilà, sincèrement, j'ai vu une fois, j'étais en train de nettoyer. Mais rebelote, acteur. Rebelote, ça reprend. Et c'est dégoûtant. Même si c'est malheureux, c'est des maladies pures. C'est une maladie. Surtout quand il y a des enfants d'un jeune âge qui sont en train de jouer là-dedans. Et moi, je vous souhaite un bon courage. Monsieur le maire, réveillez-vous, s'il vous plaît. بالك ما يشوفوهاش هذيا ما شافوهاش نو راح منا هذا بيك يا عباد هاي محمد هاي نعت لي خويا راك شفتي يا خويا هذا تحب تقول حاجه السلام عليكم هاي نصور لكم على كارتيكم اليوم تحب تقول حاجه على الكارتي الزعفرانيه هذا اي حاجه قاعد تشوفها الحاله هنا هاي كنت نحكي مع واحد زوج هنا هاي روح معليش صحه ربي يعاون هاي هاي انا هات لي تاع الحطب هذيك حطيته نورمال شوف هذه نعت لي تسمى دي ثانويه هكذا ثانويه هذا نورمال نعت لي حل في ساحه شاك اسمح لي شوفه تسمى الثانويه شحال كاينه متر واحد 10 مترات 20 متر غير رشا رشا يا الحاج بك نحكموه الحاج 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 اربح اربح الحاج ارواح ارواح دقيقة السلام عليكم هاي الحاج نسقسيو الناس الكبار السلام عليكم لا بيرميسيون تحب تبان ولا لا نعمل فيديو على الكارتيك عكرتك مش كاين نقائص علاش ها والحاجه اللي سمعنا نحكي مع اولاد الحي هنا ها جينيرال ما كانش حاجه كبيره قدام تاع اللي تبوك او نعدي انا اللي ثانويه هذه ليسي ليسي شوف ها هذا بومارون والتكنيكوم تكنيكوم ها هذا اللي شوف حتى تكنيكوم هذا وي لهنا شك فوت حشك زيك وتفدك هنا نعد هابط حتى ما وهي وسيب البون خلاص تبوش زيك بدي حد تبغى حد حتى لهنا يدخل الديارة لا ما تدخلش الديار ما في الطريق يعدي جيت ديون يقرا في لي كونديسيون هذا هو يعطيك على الخماس شوف تلقى هنا مكسر خلاص شوف دقيقة برك الحاني جايك دقيقة برك شوف هنا شوف دوماج ها هذه قدام خطره اه عندك هذه وعندك اللي هي وشي هاني صورتها اه وكان انا لافوح لافوح الفوق هذيك خطره تحت نسها بلوكا تبلوكات كامله راسي تكمل تبلوكات ها شوف تركي هاي نمشي ومارشو نمشي شوف الحفرة هذه تاع القدران يا المشكلة كون يجيو يخدموها هيك نفس الشيء لا كون يخدموا على الصح ضربة واحدة على الصح مش بريكولاج يجي يحط لك شوية تاع تراب وعنق ويعدهم سيدي بريكولور كما قال ها لا برافي بوتو برك اها ها بوتو بوتو ما ينفرسيهم اه ها جو جديد هذا ستة جدد ما هو عندهم سيفون يتحرك ها؟ لا ما يتحركش والله يتحرك يا ولدي الحالة جلت هذا بالاقل اه يتحرك مش هو اسمع اسمع ها ها يتحرك ها ها هل تشوفه؟ بريكولاج لك انا بريكولاج على براف جديد وقتها جاو؟ واحد شهر البرك عنده واحد شهر شهر ركبوا ستة برك ركبوا ستة كعدات تطلع ايه برك هذه ستة ولا تسمى ده حي الزعفرانية اون سيكارتي الحاجة ده يعني بارابور 82 كيما اها
ودي تكنيكوم هذه في الطرق على الترطوار هذا قد عندي اسمها جو التلاميذ لهنا كيما يقولوا ليسي التكنيك هذا تكنيكوم هذا مدخل احمد بوزبيد الزعفرانيه يا خويا ها تسمى يخرج ويلقاو الترطوار وش من علم يقراوه ها سنصوره هاي الترطوار ها قداه هو كي مكة؟ بابا شو 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 يزرانية لك خايف المشكلة كي يمدوه النوفو برومو كي يقولوا مقاولة لا يجي يخدموه المشكلة في هذه يخدموها الصح ما كاينش حاجة على الصح طرلات هو النورمال ما كنا عارف يا اخي كان بيطون كاين واحد اللي كانت تضربه واحدة بيطون الطابعة تاعك صغير كله يطايش من بعد شفت الديكولا فهمتك الحاجة ديك الضربة واحدة كاين تمشي عليها زوالة عاد عملي انا واحدة كرجة طالعة ولا هاكا وكل خطرة وده وش هذا وزارة التربية طب العمال هذا تب العمال يدخلوا من هناك وين يدخلوا من يدخلوا يدخلوا من هنا يدخلوا انا عملها هذيك هنا انا غير لي ليكول برك غير الثانويات و وهذا بو مروان ليسي هذا ليسي هذا ثانوي بو مروان ولا تضحك الحاج قول لي برك وش قول يعني على بالي عندك الحق تضحك يعني مع المنكر كاين شونجمون كنقول له هذا ولا رجال هذه يا بعد ترنطون يعني الحاج تعجب مسكين في الامر على بالك هذه مديرة التربية هذه مديرة التربية باش ندير اي خدمة تربية ثم هنا مشنا بعد على البولفار هنا على شعيطولها اللي ناس من هنا ما في ناس مع الطرق مع الطريق ها الحانوت 30 مليون ثم الكريه لهنا ساعات لهنا وانت كتبوش ساعات الحاجه تاع الزيق ويجي ويبركوا لي اوكي هو الحاجه الماء تاع الزيق من هنا يهبط بالبنطر فهمتك هاي هذه الشيء هنا روكال تبوشات خطره لي هنا هذه تبوشات خطره هنا تاع شو تبقى كل شيء يرجع لورا هذه برني يا مرحبا يعطيك الصحة الحاج بارك الله فيك الحاج انا نوصلوا شوف نوصلوا الميساج لا كنت باش شفت الاخير كلمه 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 تكسر في راسك بارك الله فيك كيما شو هذاك كانوا سخونين باش خلاص كان يصور الجيران هي ما جابيها تنبت أو جينا كل كلمة كنا ويجد حاجة ملاحة قالها وكيف صحيح كنا نلبس علينا إن شاء الله ما دي عنا بلاد وحدك شما بلاد أخرى احنا وين احنا نروحوا تختم بلادك وراح نروح أو تلقيت واحد يميقري دركا مسكين كاني راح يحكيت مع كاني أنا نسي كنت كاتني خلق هنا باي باي نسي كنت خلق باي باي ايه الحاجة باركة شبيك وين ديو منك احنا شنو دور فهمت الحاج بارك فيكم انتم اللي هم الموت تمدوا المشعل هذوما اللي حاكمين مسؤوليه هذوما ما يعرفوش ما على باليش انا كل واحد قال انت جار ساعتها بدون تاع 10 بصاش فيها تاسكي يخرج الزبل ولا يطيش تشوف ساعة القرايب يشرب من بيت القرايب تاع الميكانيك يطيش هما يتفاهموا في بعض بارك الله فيك يعطيك الله يسرك الحاج وكثر خيرك هاي نحن نطلع لهيه
بارك الله فيك الحاج. ماذا بيا يمكن توصل الصوره ما تشفيش ما نعلم. كاين لي باك واحد حتى نضرب الزبل نطيش باركو. كاين لي باك تعاود ثلاثه نكفيوش ثلاثه. يديروا ربعه اخويا يديروا خمسه. هو يخلي الباك يطيش كيف كيف هو الحاج. الجرى وش بيها؟ لازم يتقص هذا. هاي تقصه؟ تقص. هاي منها هاي. هذاك الجو. شايف عمران سليمان. هاك تشوفه؟ أشيت. هاي شوف بوباله كيما قال الحاج انه الحق يعني الناس شي يطيشوا في الواحد البرا. هذا ابن الدار طيش الديكومبر تاعو شوف. هاتشوف الفايونس. ها هذاك شي مخدم الدار تاعو لداخل وشوف مطيشه. مرحبا بابا بو هاك تشوف لا بلاف ماكله في الطريق شوف. هاو الديكومبر في الوحده. هاو لاف فايونس. هاو هذا وش اسمه؟ بابو. بابو هاي هنا شاهدت لي فيلا نخرج على الطريق منها. هاو القط القول 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 المقارونة اليوم هاي صحة. ها مع القطوطة ها هم يأكلوا في الواح في المقارونة هاي هاك تشوفها. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ها من نوض الصباح لا يخدم الأول يلقى هذا السقن تاعو يجيها. ها هم عقابها شا راحوا شاهدت ال لا عطريك سي بون كملناها ثم من هنا كملنا ال قول الزعفرانية. هاي اليوم كملنا خدمنا الزعفرانية سي مع محمد او تهلا الله يبارك. ها مش حاجة أخرى زيد قول لي زيد قول لي زيد اشكي زيد قالت يا البلاصات قبلني ناصر. ها يا شوفوا البلاصات انا نحبك تشكي انا هاي او لازم تشكي يعني سيدنا تو فابيان هاي ريح كبيرة تاع باركينغ هذا حط الباركينغ شوفوا نلصقها شوف شوفها سما هذه افكار هذه عندنا مزيدية بالك قد يجي واحد في الظلمة ما يشوفهاش يدخل فيها شوف قاعد تشوفها عملها كدنا والله غير نستعرف بها شوف كدنا هاك تشوفها فانا غدوة قادر الواحد يجي في الظلمة يدخل هو يروح يكره هذه باركينغ هذا شوف اني قلت تهت الموت شوف حوايج تعجب انا كلش ممكن عبالك الله العظيم هذه فيلا وما كما شاف من الله هنا هاك شاف مش حتى فيني مازال ما فيناهاش كيما تاع العمر نورمالمون يوبليجيو على السك تخدم تكمل خدمتك خويا كمل خدمتك راهو يوقفوا نحكيو احنا تكون ديما الواجهه ملاحه للبلاد تباني باني كل واحد وظروفه بيه وتلقاها عنده جنب يخلاها بالمول يبان اخويا الو قال هادي هاي اخويا محمد انا خرجنا على كلية الطب هاي لقاسي هادي تاع تريزورت تاع الضرايب هادي ضرايب هو شبيبة هاي احنا للتبة هنا النوفال هنا هاي مو تحبوا تقولوا كلمة تهتروا ريح
نعتي اولا نصور اولا نعتي صح دقيقه نعتي الكرسي كيفاش كرسي شاب راح طب شوف الخدمه شوف اولا نحي 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 كيما حنا كنت تشوفوا بلاصات كيما هذه هامله ما عندناش كيما نطفوها ما عندناش حتى الامكانيات هنا الدراري صغار الدراري صغار ما عندهم صحه الدراري صغار ما عندهم شوين يلعبوا حتى هكا دي توبوغون دي حوايج ما نحكيوش تما على السكنات حصتنا من السكنات انا مش قادرين نديو فيها احنا حي زعفرانيه كامل منا من بكري 2017 خرجت ليستا 17 رقبة صفوا منها خرجوا سبعة من الناس لا كاين فوضى ولا هنا كاين الأقبية كيف أقبية يسكنوا في الأقبية اه في الإيكار لا هات لي أروى اه كيف يسكنوا في الأقبية في الإيكار أنا واحد منهم لا بنضحير بعد أخويا يوصل الميساج تاعك أنا بنضحير هذا أنا هو دجاري عمره قريب 50 سنة وشو ما يخدمش ما عنديش هذه سما كاف هذه آه كاف قابو هاني ساكن هنا بيا بالعائلة تاعي سبحان الله هاك تشوفوا ناس وحبوا يخرجوني خرج خص الوالي بريمي اللي قبل هذا خرج لي تسخيرة بالطرد وشهرات في لوبي جي عطوني 5 ملايين غرامة وتعويض زوز ملايين هذا كيف جاري سما قداش كاين هنا انتم في الأقبية احنا ثلاثة ربعة وكين في جهري من هنا هوسي هذه كلها أكي وقت شوف هنا بقولي بيديرونا على الأقل ويني لابو الدراري صغار شوف شوف يا رايك من الكاري سيني اسمه الله سيني اسمه ما نخليك سيني اسمه شوف كمور سمالي سؤال بتاع الأقبياء حبي أقول كيفاش حتى نجت الفكرة والناس دخلوا سكنوا بركة احنا يا ديزف دو كيما لي زابارتمون ديزف دو في الباطيمه هذه فهمتيني كيف الباطيمه هذه جاها واحده ديزف دو فهمتيني باه سكننا في الاقبيات دوكا زوزنا كبرت العائله فهمتي ولا لا زوزنا عانينا من الضيق خرجنا للاقبيه وهذا كاين واحد ساكن هنا كاين سكان هنا كاين ثم جزائري يسكن في عندهم مندي منك طلب ما تقدرش هكا باش نقول لك نصورها نشوف لي تفضل صور والله تفضل هاي يا خويا تحب تدخل معايا لداخل نعت لي لا تقدر شوفوا لي كونديسيون تاع الناس كيفاش عايشه لهنا هنا رانا وين نوفاله مشنا بعاد هنا في قلب المدينه وعملت طلب وكل شو طلب ساكن من 2014 سبحان الله تشوف الناس وانا عايشه سلام خويا يعني مع عائلات ساكنة عميك لما تنزار معالي قد تشوف فيهم عائلات ساكنة اشتاها من عينيها وكيجي المطر نحكمو كروشنا ثم لهنا في أقبية في قدام النوفال هنا قدام النوفال واني كاتشو مال هنا هاي اللي كاتشو مال من هنا وفصل لي ناس وفصل كلية الطب خويا واش راح نقول لك عطيتكم الصبرة وعملتوا طلب بقى أنا طلبات مش طلب طلبات اون فامي شحال اون فامي عايشين ربعة هنا عندي زولاد صغار واحد زماطيك وواحد مرد بسدرو مرد لي بسدرو هنا تسمى باسكو ولد هنا صغير سبحان الله واش راح نقول لك ملاك الباطيمة كل فيهم يسكنوا في كاين غير كاين باطيمة هذه اليوم فاصلاها برك ما كانش كاين عندنا طفيل واحد اخر من هي شوفوا قلبك يرجعك
يا دوكا مي يخرجوه راه هو يسكن برا هاو دوكا على الاقل قال كاف مسكين يحط راس وواحد ما عندوش كيفاش داك ما شافهاش المسؤولين تاع النابه ولا تاع الزاير ما شافوش ناس كيما عاد مساكن حتى يعاونوه ولا حاجه سبحان الله هاي الله هاني جا السلام عليكم هاي يا اخويا بسم الله تسمى لهنا لي كونديسيون تاع واحد جا عائله جزائريه يشوفون عايشين اربع شهور نعم متباش متباش اربع هادي روغارة هادي تسمى هنا روغارة هنا ها هادي يعني شم هادي روغارة وي هاك تشم يعني ضربت ها شي على الضو برك ولا ما كانش الله حاشاك ها وما كي يجينا الشتاء رانا نعانيو نعانيو تما انا الكريمه راك تشوفوا ناس ها طواليت ها مسكين ها ودوش ها الناس قاعد تعاني في الصمت على بالك والله العظيم شاف اللي عندهم شي با كيفاش يخموا اللي ما عندهمش مساكن راك تشوف هاني نشوف اخويا سمعنا روكارا هكا هادي روكارا هادي كنا روكارا اوكي هاني نشوف الولاد واش راح نقول لك يا خويا والله العظيم وقت تخدم ولا قاعد هاني خدام حتى باش تكري وين ما كان اه ما واش تكري هاني كريت 3 سنين وجيت سكنت هنا اه برونكوليت من الدار تاع بنتي تصور سي بون سي بون يا اختي سمعت تحبي تقولي متى تهضر حاجه نورمال بكم اهدري يا اختي ما تبانيش على بالي ها صوتك برك اهدري السلام عليكم يا جماعه حنايا نسكن في حي الزعفرانيه قبو ديجا جانا امر بالطرد من عند الوالي السابق باه نخرجوا من هنا معنا نياديال الحاله تاعنا ما تسمحش حتى ديكريو ولا نديروا حتى حاجه اخرى بالدراهم كون جعنا مش حنعيشوا هنا ولدي قعد 20 جور بسبه البرونكولي تحكمته من لاكاف هذه من الروغاره تاع باطيمه كامله حاشاكم تصب عنا احنا كل يوم ولكن شهيد واجب كنت اقوى درك النو نعودوا نهزوا حشاكم من البول حشاكم وحشا قدركم البول والشياطه تاع باطيمه كامل نهز فيها بيدي للصباح باه ولادي ما يشموهاش هذه الاولى الثانيه انا ناشطه جمعويه الثالثه راجي لابيتي ضعيفه مع ما نجموش انا ما نجموش حتى كون جينا بقدرنا نعيش ولادي في العيشه دي ولدي الاخر عنده دريبانو تسمع كل 3 شهور مصروف كبير على ولدي الكبير هذاك الصغير المعدلي من هنا الفايده عيشه يعلم بها ربي العزيز وعندي ديجا لي فيديو تاعي في مواقع التواصل نهار درت نداء اللي حبوا داروا لي امر بالطرد ما لقيت حتى جواب من عند حتى واحد عايشين معاني وفي صمت هذه هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحيح ان شاء الله هنا نحطوا خويا فيديو ملعب جواري ما عندناش يعني واليوم الشباب يروحوا للرياضة والواحد ماذا بينا ما يديفيريوناش المخبرات والتجارة تاعها والخماش تاعها والحمد لله أنا محافظين على الحي مع أن لا تجر مخدرات في الحي صافي فهمتيني ما عندناش لا تجر مخدرات في الحي لا عندنا لا حتى يعني سلوك مش ملاح الحي لا ما نسمحوش بيها اصلا حوايج هذه اللي مش ملاح ما نسمحوش بها احنا تصرف الحي تاعنا يعني يعطيهم الصحه محمد وجماعه حقهم يمشي لي نجمو عليها مساك ام يروحوا هما يجريو لي سيرفيس تاع الدوله باه يجي يخدموا وينحيوا الحشيش وباه يبارك الله فيهم نشكرهم على مجهوداتهم عطيهم الصحة الله ربي يفرج عليك ان شاء الله ان شاء الله هدي عينا بركة هدي عينا بركة وكاين منا ياسر في الحي احنا نطلب السلطات تشوف لنا تشوف الحي الزعفراني بارك هذا وش طلبي الامن احنا مأمنين ارواحنا الحمد لله يعني انا متكتفين ولاد الحي ما نخليو حتى حاجة لا سرقة لا حتى حاجة تصرف في الحي تاعنا وكلها هنا ما شاء الله ناس ما عندك ما تقول فيهم مع جيران مطمنين معاك شفت الجيران الكل ما عندك ما تقول فيهم ما عندك ما تقول فيهم من قوتي تاع يعني تاع النظافه كل واحد قاعد يخدمك على مجهودات
فهمتيني يا خويا؟ والله الواحد راهو قاعد يخدم على مجهودات. هنقول لك انا حتى كون الناس الخير واحد يكري لك هكا ما بديكونش هذا والله واش راه دير اللي راح اللي راح يكري لك اخويا يكري لك شهر يعاونك عام يعاونك عامين يجيسك هكا. والدوله واش انا نطلب من الدوله؟ انا في عمري 7 سنين بابا مقودني ما عندي حتى دم في البلاد هذه. انا بابا قلت له الارهاب انا واش ذنبي؟ انا بابا كان شرطي يخدم في الدوله. شوف هو ابن سبحان الله فاهم. انا في عمري 7 سنين بابا مقودني قلت له الارهاب قدامي يعني مريض نداوي. انا عندي ان تروماتيزم عايش معايا قريب 30 سنه اني نداوي على مستشفى الراسي في عناب. كل شاك دو موا نروح 150 ساعه ساعه يحكموني ديبرسيون نضرب لا باري نضرب. قلت له قدامك؟ قلت له قدامي. انا في عناب. في عناب هنا في وين متقنت وين متقنه واللي سي تعبو مروان وين تكنيكوم ما كيبدني ابن النظام. انت مهما كان بابك راه ضحايا الارهاب. يا يعدي الاول نورمالمون اولويه. احنا قال لك درك قفلناه ملف ضحايا الارهاب وكما فك المسؤولين هذوما اللي رحنا لهم احنا قفلوهم على مستواهم ولا الدوله صح قفلته ملف ضحايا الارهاب. هذا وش اللي كمواطن عندك حق بيان سور. كمواطن عندي حق وكابن جزائري مات على البلاد هذيا عندي حق زايد شويه نورمالمون يعني يشوفوا لي بين الاعتبار. باباك نقولوا انا نقولوا شاهد ثم مات في ضحايا الارهاب يعني كي يقول لك سامحني كي يقول لك انا نخص باغ اكزومبل فوق ال 24 يعني هنا اي مسؤولين نجم يتحين فهمتيني ينحي لي سكنه. ماني طالب والو انا طالب حق دستوري يكفلوا لي دستور الحق هذا طالب سكنه برك هذا واش طالب. ولد عنابة ضحايا الارهاب بها مات في وقت الارهاب سبحان الله وشرطي وبن النظام يعني ومسكين هاو ساكن يعني شكون هما اللي ساكنين في الله يبارك اللي يجيو لهنا عندهم الحقوق كل يدي وفاها ابن ضحايا الارهاب. شوف اخويا عامل تهدر عامل لي من تهدر. شفت الوالي جديد هذا عامل طلب تاع الدائره هذا تاع النابة عاود يدفع اخويا حنحط انا نكذبش عليك يا اخي. انا الشاب بعد ما خرجت لي تسخيره بالطرد من عند الوالي خرجوك ها من عند الوالي بريمي الوالي السابق. نكذبش عليك فشلت من المسؤولين تاعنا فشلت فشلوني وليت اني شارعت علىها انا لا كافي دي نقول دخلوني الحبس لا وراح تسكن بعد راح يديروا مي ماجستمون كاين بديله هما يعني البديل ديروا لي الدوله كي يخرجوك راح تروح ما عنديش وين نروح للشارع للشارع سمعتوا روح للشارع. انا مسؤولين قابلتهم وقت الوالي بريمي قالوا لي قلت لهم اني وين راح نروح قالوا لي روح ربي يسهل حاجه تخصك. قلت لهم كيفاه نروح للشارع قالوا لي تروح للشارع تقفل لنا طريق نديوك الحبس. مسؤولين خويا شكرا لقى عرفنا البلاصه بربي الناس الخير اخويا ما تشفيش بالك تتحرك. لا انا ماني احنا مش غير انا حتى جيراني مساكن يضم. احنا ما ديناش حصلت لها الكامله تاع السكنات في 2017 يا اخي شوفوا لنا بعين الاعتبار. 17 سكنه خرجت من زعفرانيه شي خرجت وعندهم الحق في 2017